بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تحدثنا عن التشبيه في القرآن، وعن الاستعارة في القرآن الكريم، وعن الكناية في القرآن الكريم، وتحدثنا عن البديع في القرآن الكريم. وفي هذه المحاضرة نتحدث عن مشاهد القيامة في القرآن الكريم. وهذا الباب وهذا الموضوع كبير، يحتاج إلى بحث منفصل، وسنكتفي فيه بدراسة بعض النقاط، منها السياق، ومنها ألفاظ القيامة، ومنها ألفاظ الجنة، وبعض الأساليب الإنشائية، وبعض الصور البيانية. ولنبدأ بالسياق وأثره في توجيه المعنى. لا شك أن للسياق أثرا كبيرا في توجيه المعاني، فمنها نتوصل إلى المعنى المراد، ولا سيما إذا احتمل اللفظ أكثر من معنى، وكذلك إذا تقاربت الألفاظ في المعاني حتى أصبحت كالمترادفات. وقد عد الزرقشي السياق من الوسائل التي يتوصل بها إلى فهم ما لم يرد فيه نقل من المفسرين، فيقول: وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق. وفي الدراسات الحديثة أثبت الباحثون أن السياق بأنواعه المعروفة من العناصر المهمة التي لا يمكن إقصاؤها عند دراسة المعنى، لما له من أهمية كبرى في تحديد المعنى وتوجيهه، لأن معظم الكلمات لها في المعجم أكثر من دلالة، والذي يحدد هذه المعاني ويفصلها هو السياق في مورد النص. ففي آيات القيامة نلمس هذا ظاهرا للعيان، ومن أمثلة ذلك أنه تعالى قال في سورة الحج: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال في سورة السجدة: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. والسؤال هنا: لماذا أعقب كل آية بغير عاقبة الأخرى؟ والجواب أنه ينبغي دراسة سياق كل آية لمعرفة ذلك. فإن آية السجدة لما قال فيها: وأما الذين فسقوا، والفسق الخروج، وقد يكون إلى معصية دون الكفر، ويكون إلى الكفر وهو المراد هنا، فأعقبت الآية بما يرفع الاحتمال ويوضح أن فسقهم إلى الكفر حين كذبوا بالوعد والوعيد الأخروي، فقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. أما آية الحج فتقدم قبل ذكر الإفصاح بكفرهم في قوله: فالذين كفروا، فلم يحتج إلى التعريف الوارد في سورة السجدة، فجاء كل ما يجب وما يناسب. غير أن الظاهر من سياق الآيتين وختام كل منهما أن حال المذكورين في سورة الحج أصعب وأشد، لأنهم موصوفون بالكفر حقيقة، فكان لهم عذاب الحريق الذي هو أخص من عذاب النار،
لطروء الاحتمال على الثاني دون الأول. وأما الذين نعتوا بالفسق في آية السجدة فهم وإن كانوا أقرب للكفر إلا أن حالهم أيسر من الذين قبلهم، فلربما كانوا في شك من أمرهم، فساعة يكذبون وتارة يزعنون. ولذلك جاء وصف العذاب بالنار الذي يحتمل أشده وأيسره. ولننتقل إلى ألفاظ القيامة من ناحية المعاني والدلالات. هل كل هذه الألفاظ بمعنى واحد أم بينها اختلاف؟ عند استقراء آيات القيامة تستوقفنا بعض المصطلحات التي تظن للوهلة الأولى أنها تدل على معنى واحد، ولكن عند دراسة السياق نجد أن لكل منها معنى خاصا، وأن اشتراكها في معان أخرى قد تكون مشتركة في معان أخرى، إلا أن لكل لفظة معنى خاص بها. ولنذكر بعض الألفاظ التي تشير إلى يوم القيامة، فهي كثيرة، ومنها ما ورد في القرآن الكريم من هذه الألفاظ التي تشير إلى يوم القيامة الآخرة، وهي اسم يجمع كل ما يكون بعد الحياة الدنيا، وهي تبدأ من قيام الساعة وتستمر في خلود لا يعلم مداه إلا الله جل وعلا. وهذا اللفظ يقابل لفظ الدنيا، فالدنيا بأجمعها وشمولها يقابلها الآخرة. ففي قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، نجد المقابلة بين الدنيا والآخرة. ومثل ذلك قوله تعالى: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ونجد أيضا من ألفاظ التي تشير إلى يوم القيامة يوم الحسرة والآزفة، من ذلك قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وقوله في موضع آخر: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ومن الألفاظ أيضا الطامة والصاخة. وبالانتقال إلى مشاهد أخرى نجد أنه تعالى في سورة النازعات قال: فإذا جاءت الطامة الكبرى، في سورة عبسة: فإذا جاءت الصاخة، والمراد بهما القيامة، فالصاخة في الصيحة التي تكون عندها القيامة. نجد أيضا من الأسماء والألفاظ يوم الجمع ويوم التغابن، نجد ذلك في قوله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. والجمع لأنه يجمع الأولين والآخرين والإنس والجن وأهل السماء وأهل الأرض. قيل هو يوم يجمع الله بين كل عبد وعمله، وقيل لأنه يجمع بين الظالم والمظلوم. ومنه أيضا يوم التلاق، وقريب من هذه الأوصاف قوله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. ويوم التلاق قال ابن عباس وقتادة: يوم تلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض. وقيل يلتقي فيه الخلق والخالق، وقيل العبد والمعبود، وقيل الظالم والمظلوم، وقيل يلقى كل إنسان جزاء عمله. ولننتقل إلى المعاني والدلالات في ألفاظ الجنة. إن للجنة منازل ودرجات،
وهي تتفاوت بتفاوت الأعمال في الدنيا، فبعضها أفضل من بعض. وقد فصل القرآن ذلك، فقد ذكر على سبيل المثال نوعين من الجنان في سورة الرحمن، فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذه هي الجنة الأولى. وأما الجنة الثانية والنوع الثاني من الجنان، ومن دونهما جنتان. وكل صنف يختص بأناس معينين، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد ذلك أيضا. والجنة لها درجات ولها منازل، فأعلى هذه الجنان الفردوس، والدرجة الثانية جنة النعيم، والثالثة جنة عدن، والجنة الرابعة جنة المأوى، والجنة الخامسة جنة الخلد، والجنة السابعة دار الجلال. فلكل من هذه الجنان منزلة ومرتبة، ولكل اسم دلالته الخاصة على ما يدل عليه. وأنه لم يرد نص في القرآن أو في الحديث النبوي يشير صراحة إلى ترتيب هذه الجنان، إلا ما ورد في بعض منها. ومن هذا وجب عن الجزم بذلك لكونه من مسائل العقيدة. ننتقل بعد ذلك إلى الأساليب الطلبية في القرآن الكريم، فقد حفلت آيات المشاهد بالكثير من صور الحساب والنعيم والعقاب، وهي صور تزخر بألوان ومواقف متباينة بتباين نفوس أهلها التي حفلت بانفعالات عاطفية مختلفة. فجاءت تلك الآيات المصورة ليوم القيامة بحشد من أساليب الطلب، الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء وغير ذلك، في نقل الصور وما تضمنه من معاني كثيرة. ولنأخذ على سبيل المثال من هذه الأساليب الإنشائية الطلبية، لنأخذ الاستفهام. والاستفهام نوعان، حقيقي وغير حقيقي، أي منه ما يأتي لغرض حقيقي وهو طلب الفهم والمعرفة، ومنه ما يكون السائل فيه عالما بالجواب غير منتظر له من المسؤول، لكنه يسوق الاستفهام لغرض بلاغي يفهم من السياق. وللاستفهام أدوات كثيرة في القرآن الكريم، منها ما هو للتصور، ومنها ما هو للتصديق. فمن الاستفهام قوله تعالى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي بأي ذنب عاقبتني بالعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا. فكأنه يظن ألا ذنب له، فهو يستفهم عن ذلك من الله تعالى. ومن المعاني التي يحققها الاستفهام التهكم والتوبيخ، ومن ذلك قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فنرى في هذا الاستفهام التوبيخ، لأنه ليس استفهاما حقيقيا، إذ إن الرب لا يستفهم من خلقه عن شيء، إنما هو علام الغيوب. ولذا فالاستفهام الحقيقي في جانب الله تعالى لم يرد في القرآن الكريم، لأنه لا يكون عن جهل، والجهل محال في حق الله جل وعلا، فهو علام الغيوب. وإنما إذا جاء في جانب الله جل وعلا في القرآن الكريم فهو إخبار عن قوم سألوا ذلك. والله جل وعلا في هذه الآية يستفهمهم ليقررهم ويذكرهم أنهم قد علموا حق ذلك الشيء. فهذا أسلوب بديع في كتاب الله تعالى.
وقد يستخدم الاستفهام للتهويل والتفخيم والتعظيم كقوله تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. فما اسم استفهام مستعمل في التهويل والتعظيم، كأنه قيل: أتدري ما الحاقة؟ ما هي الحاقة؟ أي شيء عظيم الحاقة؟ وما الثانية استفهامية، والاستفهام بها مكني به عن تعذر إحاطة علم الناس بكنه الحاقة، لأن الشيء الخارج عن الحد المألوف لا يتصور بسهولة، فمن شأنه أن يتساءل عن فهمه. ومن ذلك أيضا قول الله جل وعلا: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. وقد يرد الاستفهام لغرض العتاب والتقريع، وقد يكون للاستهزاء والتبكيت، ففي قوله تعالى: فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله؟ فالمراد من هذا الاستفهام العتاب والتقريع والتبكيت. وقد يأتي الاستفهام للعرض كقوله تعالى: قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي بمعنى: ألا تطلعون؟ وقد يأتي الاستفهام ويراد منه التقرير، كما في قوله جل وعلا: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ فإن الهمزة في أليس في جهنم للاستفهام التقريري، وأصلها إما الإنكار بتنزيل المقر منزلة المنكر ليكون إقراره أشد لزوما له، وإما أن تكون للاستفهام، فلما دخلت على النفي أفادت التقرير، لأن إنكار النفي إثبات للمنفي، وهو إثبات مستعمل في التقرير على وجه الكناية. من هنا يتضح أن للاستفهام أغراض كثيرة. اكتفينا بذكر بعضها، ويمكن أن نلخص ذلك في عدة أغراض. من الاستفهام ما يأتي لغرض حقيقي، وهو طلب الفهم والمعرفة، وهو بهذه الصورة لم يقع في جانب الله جل وعلا، فالله جل وعلا لا يستفهم من عباده، فهو علام الغيوب. وقد يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معان كثيرة تعرف من سياق الكلام، كالتقرير والتوبيخ والتقريع والتهويل والتعظيم والتبكيت وغير ذلك من الأغراض البلاغية التي يخرج إليها الاستفهام. ننتقل بعد ذلك إلى الصور البيانية في آيات مشاهد القيامة في القرآن الكريم، ولنأخذ على سبيل المثال المجاز، ولنرى ذلك في قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، وقوله تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فلو استعمل الحقائق في هذه المواضع لم تعطي ما أعطى المجاز من البلاغة، فالله جل وعلا في قوله: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، نجد أن الأرض تحدث أخبارها وتصف حالها وما جرى بها: لقد كان ما كان لها بأن ربك أوحى لها وأمرها أن تمور مورا، وأن تزلزل زلزالها، وأن تخرج أثقالها، فأطاعت أمر ربها وأذعنت لإرادته. وفي وصف يوم القيامة بكونه عبوسا مجاز ظاهر، قال تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لقد وصف الله جل وعلا حال هؤلاء القائمين بالعزائم والتكاليف الخائفين من اليوم العبوس القمطرير، يبتغون وجه الله جل وعلا
بإطعامهم الفقراء والمساكين، وهم لا يريدون جزاء ولا شكورا من أحد، إنما يتقون اليوم العبوس القمطرير. وفي وصف اليوم العبوس مجاز على طريقين: الأول أن يوصف بصفة أهله من الأشقياء كقولك نهارك صائم على سبيل الإسناد المجازي، ففيه مجاز عقلي. والثاني أن يشبه في شدته وضراوته بالأسد العبوس أو الشجاع الباسل على سبيل الاستعارة. إن وصف اليوم بالعبوس ليظهر لنا عظم اختيار هذا اللفظ الذي يتماشى ورهبة ذلك اليوم الذي لا يبتسم لأحد ولا يذكر الشخص منه إلا نفسه. فما أدق أن يوصف بهذه الصفات التي توحي بعدم إعطاء المجال للتبرير وطلب الشفقة. ومن المجاز المرسل وعلاقات كثيرة، منها السببية وهي ظاهرة في قوله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي سابقة وفضلا ومنزلة رفيعة. ومن علاقات المجاز المرسل أيضا الجزئية، وذلك في قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناضرة. قال الزمخشري: فالوجه عبارة عن الجملة. وفي قوله تعالى: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، تظهر لنا علاقة أخرى من علاقات المجاز المرسل، وهي علاقة اللزوم في توقيف المخاطبين على غلطهم وإثارة ندامتهم وغمهم على ما فرطوا في جانب الله. إن المجاز يعبر عن معان لا تعبر عنها الحقيقة، كما أشرنا إلى هذا عند الحديث عن المجاز. الله جل وعلا يقول: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فالنسيان في الموضعين مستعمل مجازا في الإهمال والترك، لأنه من لوازم النسيان. فإنهم لم يكونوا في الدنيا ناسين لقاء يوم القيامة، فقد كانوا يذكرونه ويتحدثون عنه حديث من لا يصدق بوقوعه. وعلى ذلك فنرى في آيات مشاهد القيامة في القرآن الكريم، نرى فيها كثيرا من الألوان البلاغية، نرى فيها التشبيه، ونرى فيها الاستعارة، ونرى فيها الكناية، ونرى فيها المجاز المرسل والمجاز العقلي. وقد اشتملت واحتوت هذه الآيات على كثير من الألوان البلاغية، مما كان لها عظيم الأثر في بلاغة هذه الآيات. هذا وبالله تعالى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.